الكمال لله. ولكن رغم هذا الشيء بنحاول انه نحن نكون عندنا هذا الكمال من الخارج والداخل. شو رايك بهذا الموضوع؟ بعتقد يمكن كثير من الناس بتشوفيها من محيطك ونماذج بتلاقيها تبحث عن الكمال، بس صعب الواحد يكون كامل. يعني ما فيك تكوني الصورة المثالية للبنت أكيد. المثالية بتحافظي يمكن قد ما فيك على هي الصورة اللي انت بتحبيها ومجتمعك بيحبها. يعني هون النقطة الأساسية، يعني الناس ما بتحب مثلا، بتحب الصبية المثالية اللطيفة الجميلة العاقلة اللي بتسمع كلمة أمها، أما المتمردة اللي بتلاقيها عم تتحدى صورة صورة للصورة النموذجية، الصورة النمطية للمثالية. حتى مفهوم المثالية والكمال مختلف من شخص لآخر. صحيح. طيب هذا موضوع فقرتنا لليوم، رح نحكي ضمنه أنه نحن اليوم قادرين نحقق هذا الكمال، وقدي اليوم مهم أن نحن نكون رضيانين عن حالنا وعن الأشخاص يلي حوالينا. أسئلة كثير من المعلومات رح تجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم خبيرة تدريب المهارات الحياتية مريم العيسى. يسعد صباحك. صباحك. رضياني عن حالك؟ طبعا الحمد لله. ان شاء الله على طول يا رب. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل، فيني انا حط ألف خط تحت كلمة كمال او مثالية وألف اشارة استفهام. تمام. لانه المثالية والكمال يعني والصورة النمطية المثالية مختلفة اليوم بمجتمعنا، كيف انا بشوف المجتمع كيف بيشوفه او البيئة كيف تشوفه. خلينا نحكي شو يعني كمال، يعني هي صعب يعني للأسف تحديدة، بس بالمطلق يعني الكمال عندي يختلف. الكمال عندي أكيد بيختلف وما له مقياس. يعني هذا مدخل كتير حلو اللي فتي فيه، إنه نحنا لما بنبحث على شو عم نبحث، هو البني آدم يبحث على صورة هو حاططها لنفسه بعدين. يعني أنا اليوم هي صورة مخزون من مجتمعه، يعني دائما أنا في صورة معينة. هلأ صحيح. غير إن هلأ بتقيد هي الصورة معايير المجتمع. صحيح. وهو لوين رايح، لكن في شيء تاني إضافي، هو شو اللي عم يبحث عنه بصورته هو لنفسه، فبيحاول يكمل الصورة، فهي نسخة لقدام. أنا بدي هي النسخة لقدام. اللي بدنا نقوله إنه بما أنه مثل ما تفضلتي أنتي، ما في صورة ولا في مقياس، يعني اللي أنا بشوفه غير اللي بتشوفيه أنتي، غير اللي بشوفه المجتمع الآخر وإلى آخره. فأنا اللي عم بدي أبحث عنه، بدي أبحث عنه طريقتي أنا، تفكيري أنا، وين أنا، لوين رايح. ما في أغلب الناس اليوم اللي بتبحث عن الكمال، فهي طبعا نحن عم نحكي هون إذا كلمة المثالية أو الكمال اللي مرضي، خلينا نقول هدول بيكونوا مبنيين، هدول بيكونوا متربيين على موضوع معايير شديده ومقاييس شديده، ولازم تكون هيك لتصير كامل، لازم تعمل هيك لتصير كامل، لازم تعمل هيك لتنحب، لازم تعمل هيك لتنقبل بالمجتمع. فهذا ببلش يبحث دائما عن شيء غير موجود وما بيصل له. يعني هلا حكينا عن صوره انت لقدام بدك تحطيها، انا بهي الصوره بصير كامله، بس توصلي لها بتلاقي لا في شيء ناقص، انا لسه بدي كمله. فهو ما بيوصل على الاطلاق. لكن اللي بدي اقوله، كلياتنا بكل مرحلة عمرية وزمنية كاملين وكافين، ولا يمكن أساس الكمال هو الرضا الذاتي، هو الرضا. أنت كاملة لهي المرحلة وكافية، بدليل أنه أنت دائما لما بترجعي مثلا لورا شوي تقولي الله كيف كنت أفكر هيك، كيف كنت أتعامل هيك. صحيح. كيف كنت أنا ألبس هيك، على كل المستويات فبيتغير وعيه. فهو بهي المرحلة الزمنية كافي وكامل. إذا كان عنده هي القناعة أنا كامل، ليش؟ لأنه هلأ شوفي أنت قيسي على أبو الأم، الأبو الأم بكل دائما بفضلوا أنه يعملوا الأفضل لأولادهم، أحياناً بعد فترة زمنية بيندموا على سلوكهم السابق مع الولد، لأنه كانوا بهديك الفترة كاملين وكافين بمستوى وعيهم اللي موجود. لما أنا بطور مستوى وعي وبغيره، أول شيء بتطوير مستوى وعي بتعرفي أنه أنت في نقطة، إذا كان الكمال الوهمي أنت ما بتوصلي له. الكمال اللي هي الصورة، حتى إذا أنت مشيتي ضمن مقاييس المجتمع مثل ما بده وضمن المعايير اللي مطلوبة، ما بتوصلي لمكان معين، لأنه في رضا بالموضوع هون، رضا ذاتي. قديش في ناس كصورة اجتماعية كاملة بمجتمع لكن هي مو راضية عن حالها، والعكس أفضل، أنه أنا أكون راضي على نفسي اليوم بالصورة اللي أنا حاططها لنفسي، الآخر بيقبلني. فهذا الموضوع اللي هو شائك شوي، أنه ما في مقياس لهيك الناس، هي مجرد وهم. قدي عنا نسبة أشخاص بيروحوا لإرضاء الغير، يعني أنه كرمال أنه يطلعوا بصورة حلوة قدام الناس، ممكن يصير عندهم تنازلات كتير بحياتهم، يغيروا مفاهيم. هلأ حكيت النقطة أنه نحن دائما بزيادة الوعي بنشعر أنه نحن عم نوصل للكمال. خلينا نحكي مريم اليوم نحن كيف قادرين نحقق الرضا الذاتي من دون ما نخضع للعادات والتقاليد، وفلان لازم تكون هيك، وفلان بتعطيكي نصيحة هيك. بالنهاية حتبقي لحالك، يعني وانت اللي حتحاس بحالك على كل قصص حياتك. يعني شوفي، أول شغلة انت قلتي شغلة كمان مهمة، انه أنا اليوم الرضا أو القناعة أو الوعي
انت كل ما وعيتي كل ما اكتشفتي، وهذا الشيء مؤكد ومشاهد وملاحظ بالحياه، انه انت كل ما وعيتي ما عاد يعنوا لك كثير العالم، ما عاد يعني لك معايير العالم وكلام العالم ورضا العالم. دائما بنقول لهم نحن انه نحن قدامنا طريقين، يا العمر يعني يا انه انت بتبذلي عمر وجهد لتكتشفي هذا الموضوع، يا الوعي انه انا ممكن اشوف سيده اليوم عمرها 30 مقابل سيده عمرها 60 بنفس مستوى الوعي. صحيح، هي واصله لهذا المستوى، بس هذيك بذلت عمر لاستوعبت والثانيه لا بذلت وعي. فانا بنتبه، انا اليوم لما بيجي بدي في ناس موضوع الكمال بالنسبه للاخرين، ايه بيطلبوا من الاخرين كمان يكونوا كاملين، بيطلبوا من الاخرين او بيعملوا هن اللي الاخر بده اياه، اللي الاخر بده اياه على حساب نفسه، فهو بالنتيجه ابدا ما بيكون راضي، ودائما عنده شكوى، دائما عنده تذمر، دائما عنده مشكله، دائما حاله عدم رضا بتبقى. ما في رضا. فمعناها الحديث هذا لوين بيسوقنا؟ بيسوقنا على اني انا اكون اليوم راضي على اللي انا فيه بمستوى الوعي اللي انا فيه مهما كان. لما اكون انا راضي اساسا المشاعر بتساعدني على اني احسن وطور. وهذا اللي بيسالك عنه تحديدا، رضا الذات. يعني نحن بنشوف مثلا حتى بمجتمعاتنا مثلا ممكن نحكي مهارات وقدرات امكانيات مهنيه وعقليه وماديه اللي بدك اياها، بنشوف اشخاص مفارقات بالحياه، هذا راضي يعني انا بقول الحمد لله على كل شيء بيمتلكه. تمام. الاخر لا، الرضا الذاتي قديش بيلعب دور يعني هون فينا نقول تحقيق نقول الكمال يعني الصوره المثاليه يعني لو ما في رضا ذاتي بعتقد قد ما اشتغل الشخص على حاله. هذا اللي الفرق بين اللي بيبحث عن الكمال وبيبحث عن الرضا والتقدير. اللي بيبحث عن الكمال مثل ما حكيتي شو ما كانت المعايير اللي عنده، شو ما كانت الامكانيات اللي عنده والمهارات والوضع المادي والاقتصادي، هو دائما باحث عن وهم. صحيح، لهيك ما بيوصل ودائما ما عنده رضا. الشخص الراضي والواثق والقابل بهي المرحله، حتى نحن بكثير تدريبات بندرب الاشخاص على انه انت اذا ما كنت اليوم راضي بهي المرحله لن ما فيك تنتقل. صحيح. للأعلى، إلا لأنه السخط بمرحلة معينة حتى لما بتنتقل لمستوى أعلى بتحمله معك. فأنا شو اللي بدي أحمله معي؟ أنت دائما معك، تفكيرك معك، مشاعرك معك، فأي مرحلة بتنتقلين رح تاخديهم معك. فأنا إذا كنت ساخط رح أخذ معي سخط ورح أتلقى سخط من الآخرين، ولما بكون راضي نفس الشيء، والراضي بينتقل بسلاسة وسهولة وأسرع إذا كان راضي. حلوة. طبعاً ساعدة. لأنه أنا راضي يعني أنا بشوفي حتى الراضي بتلاقي مرن مع الظروف. اللي عنده معايير للكمال قاسي صلب هيك دائماً أي شيء بيكسر. شو هي أي معايير الكمال مريم؟ يعني معايير الكمال يعني. مثل ما تفضلت من شوي ما في مقياس. أنت هلأ اليوم إذا أنا وياك بنتباحث وكل الدنيا بيطلع عندك أنت مقياس، بيطلع عندي مقياس، بيطلع عندي مقياس، كل شخص له رؤية معينة. مثل ما حكيت دراسياً ودراسات علم النفس في معايير علمية اليوم الواحد أنه ممكن يمشي عليها؟ يعني كيف بدي امشي عليها؟ انت بدك تحطي صوره لانتي بعد سنتين. تمام، بتقولي انا او هلا اليوم، ليش بعد سنتين؟ مجتمعك اليوم بيقول لك الشخص لازم يكون صادق، لازم يكون امين، لازم يكون محترم، يحترم الناس، يحب الحوالي، يقدم الخير. هدول معايير، هي المعايير. روحي على غير مجتمع بتلاقيها لا تعني لا تعني لهم شيء. تمام، لكن احنا ما بننفي انه طبعا هذا الشيء، هل هذا الموضوع بالنسبه للشخص كافي بيرضيه؟ حتى لو حتى لو كان هو رضيان عن حاله ووصل لهدول القصص المعايير، مجتمعك اليوم ما بيرحم وما يعني هذا اللي دائما عم في ملاحظات، دائما يعني من النقطه بتصير جمله واحده. من اهم ركائز الرضا عن الذات انه اذنك ما تعطيها للاخر. انا اذا بدي اعطي اذني للاخر ما برضى عن نفسي ولا برضى عن سلوكي ولا برضى عن تصرفاتي، حتى لو كنت صادق، حتى لو كنت ضلك قول لهم ايوه عمو ابدا انا بدي ضل يعني اسمع وفلان حكى وفلان قال. اقرب الناس لك اليوم. صحيح. لما بتسلكي بسلوك جديد وبتصرف جديد بتكوني انت راضيانه عنه وعم تبحثي عنه ومبسوطه فيه وعم تتطوري فيه، اقرب الناس لك اليوم بتقول لك شو عم تعملي، شو عم تساوي، هذا الشيء ما بيصير وهذا الشيء. فانا تخيلي اعطي اذني للعالم، انا ما بصير انا، انا بصير هن، يعني باخذ نسخ منهم وبصير هن، ما بصير انا. انت كل ما بتكوني انت وبتعرفي شو اللي انت بدك اياه، طبعا اكيد بدون اذى الاخر، بدون الجور على حق الاخر، بدون ابدا. صحيح. طالما انا راضي وما عم باذي الاخر فوين المشكله؟ ابنك ما تعطيه للاخرين، لانه ما في حدا على الاطلاق بيعرف الاشياء اللي انت بتريحك والاشياء اللي بتخليكي انت راضيه عن نفسك والاشياء. يعني اليوم مثال بسيط، اذا في شاب او بنت مراهق او بسن بده ينتقل على جامعه او يفوت لفرع معين، بتجي بتلاقي صراع بينه وبين الاهل، هن بالدنيا بصوره هن شايفينه فيها وهو بده حاله بمكان شايف حاله فيه. بينتهي الصراع، اذا راح عطى اذنه لاهله، فبعد فتره زمنيه معينه يا بيفشل يا بيخلص بيروح لغير مكان. يا هي الصوره كثير تكررت. ليه؟ لانه هو ما كان راضي من الاساس. فانا بناقش باخذ وبعطي، لكن بسمع وبعدين انا بشوف اللي انا بيريحني وبيخليني ساكن.
فالرضا من هون ببلش. أنا هذا اللي بدي أسألك عنه، الرضا يعني قبل ما تحقيق الصورة المثالية والكمالية. خلينا نحكي، يمكن كل الناس هلأ مضغوطة، يعني كل الناس يمكن عندها شكوى ونقوة وضغوطات مادية واقتصادية ومعيشية ونفسية. خلينا نعطي بعض النصائح يمكن لكل الصبايا والشباب يعني يشوفونا، قديش فيني أنا أقول فعليا كل يوم كون رضي يعني على أقول ألف الحمد لله، لا في ناس هيك، أنا يمكن عندي هي النقطة وهي النقطة وهي النقطة بدي أتشكر ربي عليها. يعني فينا نقول شو اللي ممكن أعطيك كأسس أساسية في الصبح خلي شوي متفائل، لأنه بيقول لك قد ما حاولت أتفائل المحيط أساسا سلبي، الحياة سلبية، الضغوطات المادية والمعيشية تلعب دور. بعض النصائح البسيطة اللي ممكن أنا أعطيك جملة، طب نحن إذا ما رضينا شو فينا نعمل؟ نزيد نشكي؟ شوفي في قانون أنا دائما بعطيه بالتدريب وكثير بكون مبسوطة وأنا عم دربه، هو قانون الجذب، بيقول لك أنت تجذب ما أنت عليه 100%. شو أنت عليه؟ مو لونك وشكلك وبلدك وعرقك ودينك أنت تجذب ما أنت عليه مشاعرك. شو بتحمل مشاعر؟ كل المشاعر اللي بتحملها أنت بتجيب مزيد منها، مزيد منها، المزيد منها، وبتخلي الظروف تشتغل على أنه تجيب لك المزيد منها، لأنه هي عندك وفي تردد عم يصدر منك، صوت وصدى قصة. فأنا لما مرضيت شو فيني أعمل؟ تشكيت يوم ويومين وتدمرت شهر وشهرين وسنة وسنتين، شو اللي عم تجيب لي هالشكوى؟ فأول شيء بدي أعمله بدي أعرف وأوعى أنه أنا اللي بقوله رح يرجع لي، فبنتبه للكلمة اللي بقولها، للتصرف اللي بقوله، لمين عم بسمع. هي بنرجع لموضوع السماع، يعني شو قلتي من شوي؟ قلتي طب أنا بكون منيحة في الصبح، منيحة بروح بلاقي رفقاتي بلاقي كذا بلاقي إدني، حتى إدني بنتبه لمين بسمع. اليوم أنت إجباري بدك ضمن عملك تتأثري بمحيطك. لو سمعتي التأثر هو مقدرة والفصل مقدرة. أنا بعرف الفصل كتير مهم تدريبيا هاي القصة، إحنا اليوم نقدر نفصل، وخصوصا وقت اللي بيكون موضوع في مشاعر إنسانية أنت اليوم مانك قادرة تفصلي هاي القصص، يعني وخصوصا بهذا الظرف. يعني شوفي ممكن نفصل نحن بأمور مصيرية بقرارات بحياتنا، ولكن اليوم نور إذا جاي عندها مشكلة بحياتها إجباري أنا بدي أتأثر. يعني شوفي التعاطف، لا تشكي نور أبدا، التعاطف التعاطف خير الشفقة. أنا لما اتعاطف مع الشخص بساعده بسانده بوقف معه، مو بشفق عليه حرام، عرفتي؟ لا في فرق كتير كبير. حرام شو شو عم بوصل له رسالة أنا؟ إنه مسكين أنت بمصيبة، شفقة. أما أنا لما بتعاطف معه بقوي وبسانده وبكون سند إله، هذا الفرق. العالم بتفكر التعاطف شفقة، لا، ولا يعني إنه أنا بفصل بيني وبين حدث معين، بيني وبين إني أنا بطل ما عندي مشاعر وبطل أعرف أتعاطف مع رفقاتي، لا، لكن هي المشاعر بتنتهي بأرضها هون. أنا بروح على البيت بدونها، بروح لأي مكان بدونها، أنا قاعدة عم بحكي معك وباخذ بعطي معك ومتعاطفة معك، لكن أنا داخلي في سكينة، في سلام. أنا فيني أقدم لك اللي بقدر عليه لما بكون بحالة سكينة. أنا لما بكون ضعيفة مثلك شو بقدر ساعدك؟ شو بقدر أقدم لك؟ أكيد ولا شيء. فالرسالة لما أنت بتشفقي على شخص شو عم تقولي له؟ إنه يا حرام، يا حرام شو عم يصير فيك؟ أنا معك لما بتعاطف معه، بوقف معه، بقوي. أكيد يمكن حديثنا كتير مهم وجميل، ومثل ما قلنا ببداية حديثنا لليوم الصورة الكمالية أو المثالية تختلف، يعني الكمال والرضا عندي أو عندك من شخص لآخر. يمكن الشخص بتصرف بسيط بفعل بسيط هو بيشعر بالرضا والتقدير الذات، لهيك لازم كلياتنا نحب حالنا مثل ما نحن، وللأسف نتحدى الظروف شوي. بس ما يروح هذا الحب للأنانية، لا ما في أنانية هلا بالمطلق، ما الناس ما عم تقدر أساسا من سبب الضغوطات تحب حالها، تحب حالها لتوصل للأنانية. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير حبيبتي. شكرا مريم لكل النصائح الحلوة، وصباحك رضا على طول، رضا لإن شاء الله لأنه يعني شكرا كثير. أهلا وسهلا. أما هلأ نور رح ننتقل